سلام صافا بخير مدام ليلى نتكلموا على هذه الحمله ديال اليوم في مستشفى عشرين غشت تابع للمركز الاستشفاء ابن رشد كنقوم بشراكة مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص العيني بحملة الغرض منها هو التحسيس بأهمية الصحة البصرية عند السائقين المهنيين وكذلك الكشف عن بعض الأمراض والاعتلالات البصرية اللي يمكن تكون عند هذه الفئة من السائقين. وهذا السائقين الفئة السنية شحال تتقدم ما بين 20 سنة حتى سنة مثلا واش الكبار ولا غير أي واحد؟ يعني أي واحد لما صادغي ساتوكي كاتيكي يعني لي كون يلاه بدا في سميت شحال يتقدر عدد المستفيدين ولا بدون 300 ولكن اللي جا مرحبا به. انتم تبقاو تبداو دابا من 9:30 حتى ل 4 العشيه. شحال ديال الطاقم اللي مشارك في هذه الحمله اللي مشارك؟ الطاقم الطبي شحال؟ الطبي والمساعدين المساعدين يعني كاين واحد 50 طبيب وعاد كاين الاطباء اللي كاينين عندنا في المستشفى الاطباء المتدربين اللي حتى هما بغاو يشاركوا معنا في هذه الحمله دونك قلنا لهم مرحبا بهم. شكرا. Thank you.
Thank you.